وننوه لهذا الخبر العاجل، حيث قال مصدر مصري رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية إن هناك توافقا بين كافة الأطراف للعودة إلى المسار التفاوضي. وهذا موضوع نناقشه مع ضيفنا من القاهرة الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية والقيادية في حركة فتح. دكتور حرازين، يعني هذا الخبر العاجل الذي قرأناه للتو يؤكد أن ربما هناك مخرج للأزمة بعد طول نفق طويل ربما عاشتها في الساعات الماضية. أنا أولا بعد التحية لك ولكافة المشاهدين الكرام، أعتقد بأن هناك جهود كبرى وتبذل من قبل جمهورية مصر العربية ومن كافة المؤسسات المصرية على من أجل أن يكون هناك حالة من الوصول لاتفاق، وخاصة أن مصر تدرك حجم الخطورة التي أصبحت عليها الأوضاع. أنا نحن في الشهر الثامن من الحرب الإبادة التي تشن على الشعب الفلسطيني، ولكن في هذه المرة عندما تريد دولة الاحتلال أن تقوم بعمل كماشة كاملة على قطاع غزة واستهداف المواطنين بعد اقتحامها لجزء من مدينة رفح وكذلك للجزء الفلسطيني من معبر رفح، هذا الأمر الذي دفع لبذل الكثير من الجهود والتواصل مع كافة الوسطاء وكذلك مع الأطراف من أجل أن يكون هناك رؤية متفق عليها والعودة إلى طاولة المفاوضات، وهذا ليس بالجديد على الدور المصري. ولكن الآن الكرة هي في الملعب الإسرائيلي من جانب، ومن جانب آخر لابد من عدم تفويت هذه الفرصة لوقف إطلاق النار. ونحن نعلم جيدا بأن في المراحل الأخيرة للمفاوضات أو عند اقتراب المفاوضات من إنجاز الهدف الذي تتم عليه يكون هناك حالة من التشدد، أو كما تسمى بالعلوم السياسية مرحلة عض الأصابع، بمعنى كل طرف يحاول تحقيق أكبر قدر من الإنجازات لصالحه ويحاول أن يوصل رسالة أو يوهم شعبه بأنه قد انتصر وقد حقق ما يريد من خلال هذا العمل العسكري، وهو ما يسعى إليه نتنياهو حاليا من خلال التلويح في كل مرة بمواصلة العملية العسكرية، وفي نفس الوقت يرسل وفده المفاوض لأجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات أو التشاور مع الوسطاء، بالإضافة إلى الحديث عن أن صفقة المحتجزين أو صفقة الرهائن كما يسميها البعض هي أمر أصبح قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ أو من عملية التطبيق، وخاصة بعد موافقة حركة حماس على المبادرة المصرية. لكن علينا أن نكون حريصين جدا من الآتي أو خلال الساعات القادمة بعدم اختلاق أي ذريعة أو إشكالية تعطي نتنياهو تسمح له بالانسحاب أو بعرقلة هذه المفاوضات أو التوصل لحالة المفاوضات، لأن الكرة الآن في ملعب نتنياهو، ونتنياهو لا يريد أولا الذهاب إلى المفاوضات ولا يريد الأسرى بالأساس، وإنما فقط يريد مواصلة العملية العسكرية حتى لا يخسر ائتلافه الحزبي الحاكم الذي هدد منذ اللحظة الأولى سواء كل من الحكومة وسيعود نتنياهو إلى. وهذه الإشكالية دكتور حرازين، يعني إسرائيل نتنياهو على امتداد السبعة أشهر الماضية يعني لجأ إلى طريقة ربما صارت محفوظة الآن، هو إعطاء الأمل في الوصول إلى هدنة أو إلى تفاوض ثم سحب هذا الأمل بعد ساعات قليلة متذرعا بذرائع مختلفة ربما يستخدم فيها إما الضغط اليمين المتطرف داخل حكومته أو يستخدم ربما ضغط الشارع مرة أخرى الذي يعمل ضد أفكار اليمين المتطرف. فبالتالي كيف يمكن الوثوق في الموقف الإسرائيلي حتى إتمام صفقة تبادل أسرى أو محتجزين أو وقف إطلاق نار بشكل دائم أو على الأقل مؤقت؟ إذا لم يكن هناك ضغطا أمريكيا حقيقيا، وخاصة نحن نعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي وفرت لحكومة الاحتلال كل ما تحتاجه من أسلحة ومن أموال وكذلك من دعم قانوني ومن دعم سياسي بالأروقة الدولية، إذا لم تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية بشكل حقيقي للضغط على نتنياهو، أعتقد بأن نتنياهو سيبقى في حالة التملص من أي اتفاقات أو خلق الذرائع التي تسمح له بالتملص من تلك
الاتفاقات أو من تلك الأمور، وهذا ما نلمسه في كثير من المواقف كما تفضلت على مدار 7 أشهر متواصلة، وفي كل مرة نتنياهو يتهرب من عملية التفاوض بشكل كبير نتيجة مجموعة من الضرع. لكن علينا قراءة العقلية التي يتحدث بها نتنياهو أو ما يريد نتنياهو والأهداف التي يسعى لتحقيقها نتنياهو. أولا نتنياهو يريد أن يكون هناك استمرار للعملية العسكرية، وهو ما حدده منذ بداية الحرب، وقال قد تمتد هذه الحرب لمدة عام. ولذلك إذا نظرنا بحسبة صغيرة جدا سنجد بأن نتنياهو يرغب بأن تستمر العملية العسكرية حتى نوفمبر ليرى من سيأتي على رأس الانتخابات الأمريكية سواء كلا من بايدن أو ترامب، وهو يراهن على عودة ترامب. والجمهوريين الأقرب صداقة لنتنياهو ودعما لنتنياهو، ورأينا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم يهدد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية ويهدد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية. إذن إذا لم تستطع الإدارة الأمريكية أن تضغط بشكل حقيقي وأن توقف صادرات السلاح وأن توقف 26 مليار دولار أقرها الكونغرس الأمريكي لصالح دولة الاحتلال، إذن نتنياهو سيبقى مستمرا في هذه اللعبة التي يتلاعب بها مع الجميع، يتلاعب بها مع الإدارة الأمريكية، يتلاعب بها مع العالم في محاولة فقط للوصول على أنه يريد تحقيق أهدافه. أولا تحقيق النصر الزائف الذي يسعى إليه والذي لن يتحقق حتى اللحظة، يريد استمرار ائتلافه الحاكم حتى عام 2026 لأن لديه 64 مقعد بالكنيست، وهو لا يأمن لبيد أو جانتس أحزاب المعارضة لأن كل منهم يريد أن يكون هو رئيسا للحكومة القادمة، ولذلك هو لا يأمن لأحد. ولذلك البلوك اليميني الذي يشكل الحكومة الحالية هو الأقدر والأجدر على توفير الحماية لنتنياهو، توفير الحصانة لنتنياهو حتى يستمر رئيسا للوزراء، وخلال تلك الفترة يستطيع استعادة شعبيته التي فقدها ما بعد 7 أكتوبر. دكتور جاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، شكرا جزيلا لك.